أهلا بك أحمد، هل بدأ اجتماع الوفد الكردي برئاسة هوشر زيباري، أقصد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع زعيم يعني تحالف عزم خميس الخنجر في مقر إقامته؟ ما الجديد لديك؟ تفضل. مساء الخير سفيان، أقف الآن في مقر إقامة زعيم تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر الذي استقبل قبل قليل الوفد الكردي برئاسة السيد هوشيار زيباري، والآن الاجتماع قائم داخل منزل تحالف رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر لبحث الأمور السياسية، خصوصا مرحلة ما بعد الانتخابات. الكل يتحدث عن شكل الخارطة السياسية القادمة، شكل التحالفات، الكل يعلم أهمية الوفد الكردي والمكون الكردي داخل قبة البرلمان. المحللون السياسيون وكل متابعين الانتخابات وما بعد الانتخابات يعني يراهنون على دور المكون السني والمكون الكردي كما تحدث ضيفك قبل قليل، بالإضافة إلى يعني تشكيل الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة. يعني الحديث والمساعي قائمة إلى الآن، الوفود يعني تزور بغداد بشكل مستمر، تلتقي القيادات المختلفة للكتل السياسية، يعني خصوصا في نفس الوقت ما حدث يوم أمس من صدامات ربما واشتباكات بين المعترضين على نتائج الانتخابات. ربما هذه الزيارات ستعجل من تشكيل الحكومة، ويعني بالتالي يعني تنهي هذا الجدل القائم حول نتائج الانتخابات. بصورة عامة الاجتماع سفيان قائم إلى الآن بانتظار ما ستخرج من نتائج الاجتماع، ننتظر الوفد الكردي وكذلك قيادات تحالف عزم. يعني الشيخ خميس الخنجر مع عدد من قيادات تحالف عزم استقبلوا الوفد الكردي، وبانتظار انتهاء الاجتماع سفيان. نعم أحمد مؤيد مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.